اهلا بيكم كل اللي بيشوفونا على التلفزيون اليوم السابع. هنكون معاكم في لايف جديد. طبعا كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا. النهارده معاكم من تاني ايام العيد، يعني الناس بقى اللي زهقت من الفته واللحمه وحابه بقى تغير لكبده وسجق والحاجات دي برده، فاحنا النهارده بقى معاكم من على العربيه الخاله نوسه، يعني هنا بتعمل سندوتشات كبده وسجق وبرجر وسكالانس وحاجات كتير. منورانا حضرتك في تلفزيون اليوم السابع. الدنيا كلها يا حبيبتي، اهلا وسهلا بيكم. كل سنه وانتم طيبين الاول، وعيد سعيد عليكي وعلى المسلمين وعلى حبايبنا كلهم وعلى زبايني وعلى كل احبائي واللي بيشرفوني ده. مشرفيني ورافعين راسي. مع مامتها منورنا يا سلمى. والله وانت منوراني اكتر، ويعني انا بجد مبسوطه ان يعني انت موجوده بجد. عرفي بقى حضرتك، انا بقى ايه، اعوذ بالله من قولك. انا طبعا انا نوسة، زي ما انتم شايفين الاسم الخالة نوسة، بس انا اسمي نوسة. بعمل كبدة، بعمل سجق، بعمل كفتة. سجق وكبدة، زي ما انا كاتبة، كبدة وسجق يحل البق. دي اول حاجة، كبدة وسجق يحل البق. بعدين عندي بقى سمبوسك، وعندي بطاطس، وعندي كفته، عندي برجل، وعندي سوسيس. الحمد لله فضل وعدل من عنده. بس زي ما انتم شايفين طبعا من حلاوه الاكل خلص. انا مش عارفه يعني انا كان نفسي يعني كان نفسي تبقى الحاجه مليانه عشان تشوفوها، لكن من حلاوتها خلصت. الحمد لله الحمد لله. بس مين بقى هي الخاله نوسه؟ الخاله نوسه ست بسيطه خالص 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 خالص. حبت يعني الدنيا بقت غالية والأكل بقى غالي، حبيت أعمل حاجة كده تسعد الناس، الناس تبقى ماشية من عندي مبسوطة وسعيدة، وحاجة حلوة يعني، طعم حلو وأكل بيتي، مش أكل سوق، أكل بيتي والله، أكل بيتي. الناس حابة النهاردة تاكل كبدة وسجق يعني في أيام العيد دي، يعني أنا ما كنتش متخيلة. أنا جاية النهاردة بفتح كده، يعني قلت إيه هروح هفتح ويلا، بس انا عارفه الناس كلها ذبحه، والناس بتاكل كبده وسجق في بيتها، وبتاكل لحمه وفته ورقاق، لكن ما شاء الله الله اكبر، لقيت عليا اقبال شديد قوي. الحمد لله الحمد لله، واستواني خلص الحمد لله، استواني خلص. بس خاله نوسه بقى يعني الناس لو ست عن الراجل اللي بيعمله، ده حقيقي، غير الكواليتي بقى بتبقى يعني بتبقى اعلى شويه. يعني في ناس بتحب تعملها سبايسي عشان تداري تداري عيوبها، لكن انا لا ما بعملهاش سبايسي، بسيبها عادي علشان الناس تذوق طعمها، ويعني تحس طعم الكبده وحلاوتها. بس الفكره بقى جات لكم ازاي يعني؟ لا الفكره دي بتاعت يا سلمى، يعني قولي الفكره تاني من الاول عشان الشبكه، قوليها تاني من الاول. الفكره بقى الفكره كانت فكره مين يعني؟ فكرتي انا. بصي، وانا من وانا صغيره نفسي افتح عربيه كده، او بشكل اصح مطعم. انا بحب الاكل جدا، وبحب التيست بتاعت الاكل، بحب اتعمق في التيست بتاعت الاكل. فبصراحه ماما كانت من اكثر الناس اللي شجعتني، هي وبعض من اصدقائي وقفوا جنبي وما سابونيش، يعني ما قالوليش مثلا لا انت بنت هتقعدي في الشارع ازاي هتتعرضي لحاجات. لا، ماما كانت من اكتر الناس اللي وقفت جنبي، سابت كل حاجه في حياتها، يعني سايبه البيت، سايبه اخواتي، وسايبه الدنيا كلها عشان تبقى معايا. وانا طبعا بشكرها على حاجه زي كده، يعني انجاز كبير منها، يعني غيرتي في حياتي كلها. كنت كبيره كانت من زمان، فقلت لها لو عملتي عربيه كبده